وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً.